اللي اتكلمنا عليه كان ميجرنج ايه؟ تولز. اما احنا قلت بتتكلم على ايه؟ ميجرنج ايه؟ ايه هي الميجرنج يونت؟ اسالكوا سؤال، فكل ميجرنج يونت بتاعت الماس ايه هي الماس؟ جرام كيلوغرام طن. وايه بقى الجرام وكيلوغرام وطن. طب اللينس، فاكرين اللينس كان ايه بقى؟ ومتر وسنتيمتر ومتر وكيلو متر، فاكرة؟ طب امال بقى الميجرنج يونتس بتاعت الفوليوم ايه هي؟ قال لك حاجتين، لو فور استيميتنج فوليوم ليكويد، لو انت عايز تقيس الليكويد تعمل ايه؟ ولا عايز تقيس استيميتنج يعني ايه؟ قياس. كلمة اسمها ايه؟ فور استيميتنج، عايزين نحفظها، اسمها ايه؟ فور استيميتنج. لا لا، انا عايز اسمع كل واحد اسمها ايه؟ فورينج. لا سيبها تتكلم، اسمها فور ايه؟ استيميتنج. لا على مهلك، فور استيميتنج اسمها ايه؟ فور استيميتنج. يعني ايه بقى فور استيميتنج؟ من اجل قياس. اسمها ايه يا محمد؟ فور استيميتنج. ها فور استيميتنج. احمد صوته ولا حلو، بيبقى عالي ومصحصح. ها ايه فور استيميتنج؟ يعني ايه فور استيميتنج؟ القياس. اه من اجل قياس. اسمها ايه؟ فور استيميتنج. يا زغلوله علي صوتك شويه. ها فور استيميتنج. اه اسمها فور ايه؟ استيميتنج فوليوم ليكويد، ولا فور استيميتنج فوليوم الريجولار سوليد؟ لو احنا عايزين نعمل استيميتنج قياس الفوليوم بنعمل ايه؟ يبقى لو عندك فور استيميتنج فوليوم ليكويد اللي هي السوائل، بنستخدم ليتر ملي ليتر او كيوبيك سنتيمتر، تلات حاجات دول، تمام. اما لو الريجولار سوليد اللي هي الاجسام الصلبة الغير منتظمة، يبقى كيوبيك متر او كيوبيك سنتيمتر. فهمناها؟ يبقى اما بنستخدم لو كان ليكويد، يا اما بنستخدم الليتر ملي ليتر كيوبيك سنتيمتر. الريجولار بقى غير منتظمة كيوبيك متر وكيوبيك سنتيمتر.